السلام عليكم، اليوم سنستعرض خبر انتقال سيميدو إلى مانشستر سيتي. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرب انتقال اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويريد مانشستر سيتي ضم اللاعب سيميدو من برشلونة وتبديله مع اللاعب البرتغالي الآخر كانسيلو الذي لم يقدم الشيء الذي يعجب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، لكن برشلونة رفض ويريد 40 مليون يورو في سيميدو للتعويض على الخسائر التي سببها فيروس كورونا والتوقف عن اللعب. وعلى الأغلب نادي مانشستر سيتي سيدفع هذه القيمة، فأصبح سيميدو قريب من النادي الإنجليزي. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو، وشكرا.